صلوا على رسول الله. قال الله تعالى: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني تبادر في إحياء شخص مريض أو كذا أو تساعده كأنك أحييت الأمة جميعا. وقال الله تعالى أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كل صدقة تدفعها، كل درهم تدفعه، كل مساعدة لشخص تحطها، معناتها تطهير لك ولموالك وللي تملكه ولعيالك ولأهل بيتك. نحن اليوم أمام حالة إنسانية جدا صعبة، طفل أول ما فتح عيون للحياة مصاب بأصعب الأمراض. الله يبعد عنا وعنكم وعن عيالكم وعن كل حد، يعني ما نتمنى هذا المرض حتى لأعدائنا، لأن هذا المرض هو المرض العضلي الشوكي اللي هو يصيب في عضلات الإنسان، مرض ضمور العضلات الشوكي. تكلفة علاج هذا المرض 9 مليون. نقدر نغطي العلاج؟ نقدر نغطي العلاج بفضل من الله، ومن ثم بجهودكم وتعاونكم نقدر نغطي هذا المبلغ. للعلم ترى نحن وصلنا لنص المبلغ، تجاوزنا إلى 4 مليون درهم حاليا. أتمنى هذا الفيديو ما يطوف من عندك إلا ما تكون متبرع في البداية ولو بالقليل، ترى 10 دراهم تسوي شغل يا جماعة. ما أبغي هذا الفيديو يوقف عندك، تتبرع وترسل لي كل اللي عندك. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ساعدونا في دعم زين وعلاج زين، ولا تقصرون معنا. جزاكم الله خير، الله لا يريكم مكروه في عزيز عندكم إن شاء الله.